بطولة أفريقيا؟ طبعا طبعا مدرب كبير ومدرب محترم. يمكن يعني هنشوف المباراة الجاية. كنت ضيف أحد القنوات وفي بحلل مباراة النادي الأهلي ونادي إنبي. في بعض الحاجات كده أعتقد إن مستر فايلر إن شاء الله يعني أكيد هو أدرى ومدرب كبير، وإن شاء الله المباراة اللي جاية. لأن عايز أقول لحضرتك إن نغمه ان النادي الاهلي خد الدوري دي، انا عن نفسي كلاعب انا مش حاببها. يعني يمكن نكمل طول ما البطوله موجوده على الورق نكمل فيها، سواء هياخدها من ناحيه استعداد للمباريات الدور قبل النهائي في ابطال افريقيا. ويمكن عايز اقول لحضرتك بتعرف المدرب الكويس، ويمكن هو مميز جدا فيها دي من خلال الشوط الثاني. يعني حضرتك حتى دايما في مقوله كده يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين. شوط المدربين بيقرا المباراه كويس جدا اكيد بتعليماته بين الشوطين او خلال اللقاء نفسه، بنلاقي شكل تاني، وخصوصا في الشوط الثاني. وشايف يعني ان اوراد فايلر دايما للشوط الثاني او لاداء الخصم واداء فرقته في الشوط الاول بيعرف يترجمها بشكل كبير جدا في الملعب. دي حقائق موجوده. يعني انا مش رايي، انا يمكن راي اغلب النقاد واغلب الجماهير طبعا. لما بتلعبوا في ماتشات افريقيا بالنسبه برضو قبل النهائي بيبقى الافضل من وجهه نظر، يعني من وجهه نظر لعيب مش من وجهه نظر لا جمهور ولا مدير فني. من وجهه نظر لعيب الافضل انك انت تروح تلعب في المغرب الاول وبعد كده تلعب مباراه العوده على ارضك. دي بالنسبه لك طبعا دي طبعا بتبقى الاحسن بكتير، لان انت بتحاول تعمل اي نتيجه ايجابيه هناك. يعني بيبقى عندك زي ما بيقولوا فرصه ثانيه وعلى ملعبك وعلى ملعبك كمان، فدي طبعا احسن بكتير. يعني دي بالنسبه لنا يعني كلاعيبه واكيد كمدربين. يعني عالميا كابتن محمد مين الفرقه اللي انت بتشجعها